المشاهدين والمتابعين، جينا بقى كده هنكمل جولتنا النهارده في قريه البسايسه، القريه اللي بتعتمد ذاتيا على اناره شوارعها واناره بيوتها من الطاقه الشمسيه. جينا بقى مع المتخصصين هنا بقى عشان يشرحوا لنا بقى التكلفه، ويشرحوا لنا ازاي اتعملت وبتترمم ازاي وكل الحاجات وكل التفاصيل اللي تخص الطاقه الشمسيه، علشان لو حضرتك عايز تاخد معلومه تاخدها من المتخصصين اللي هم هيدوها لك بالمظبوط وبالملي زي ما بيقولوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا بحضرتك. طنطاوي السيد طنطاوي، مسؤول الطاقة الجديدة المتجددة بجمعية تنمية المجتمع البسيسة. بسم الله ما شاء الله، ازاي حضرتك يا استاذ طنطاوي؟ سلام يا فندم. عايزين بقى يا استاذ طنطاوي كده، يعني انتوا عاملين ضجة للصحافة والإعلام والدولة كلها بتبص عليكم بقالها يومين، عايزين حضرتك تشرح لنا بقى الطاقة دي اتعملت ازاي وبتتكون من ايه وألواحها ايه والصناعة بتاعتها ايه وبتتكلف كام، كل التفاصيل دي عشان حبايبنا المشاهدين يكونوا عارفين وحاطينه مع نفسه. أولا لحضرتك المفهوم يعني ايه طاقة شمسية، مش لتوليد الكهرباء بس. الطاقة الشمسية ده عبارة عن هنا ده مصدر كل الطاقات، الشمس هي مصدر كل الطاقات، طاقة الحرارة وطاقة الكهربية وطاقة البيولوجية، كل ده طاقة شمسية. فموضوعنا هو إنتاج الكهرباء من أشعة الشمس عن طريق إن أنا حضرتك بجي بعمل خلية، الخلية اللي أنت حضرتك شايفها ديت خلية من السيليكون اللي هو الرمل ده. ده من السيليكون، تمام، من الرمل، تمام، من عندنا الرمل ده. لا بس هو مصنع بره، الرمل ده ده مصنع بره، هو من عندنا بس مصنع. لا بره. هو هي الخليه مستورده. تمام. الخليه دي بجمعها بوصلها مع بعض، المجمع ده 10 خلايا زائد المجمع الثاني 10 خلايا، بوصلهم مع بعض توالي وتوازي عشان يطلع لي في الاخر سالب وموجب قدرته. ممكن نلف حواليها كده تشرح لنا عملي كده؟ ماشي يا فندم. عشان انا شايف في حاجات هنا برضو كمان اهي. هنا حضرتك هنا المجمعات دي كلها، يعني بس ان حضرتك من الخلايا مرصوصه جنب بعض، سالب وموجب بتوصل توالي وتوازي. خش كده بقى، تعالى. ماشي يا فندم. توالي وتوازي مع بعض. المهم بيطلع ليا في الاخر ان بيطلع لي 48 فولت تيار مستمر. 48. وبرده هناك برده 48 بياخد الاثنين دولت السالب والموجب. الجامع ده بينزلوا هنا على تحت على غرفه التحكم تحت، اللي هي عشان اعمل عشان اعمل لها عمليه تحويل من تيار. ما ينفعش اشغل مباشره تيار مستمر لان قدرته 48 هتشغل لي ايه؟ وبعدين وبعدين تيار مستمر يعني ثابت القيمه والاتجاه، فبيعمل له عمليه تحويل لتيار متردد عن طريق البطاريات. عن طريق لا البطاريه للتخزين. للتخزين انا باخد السالب والموجب دول بدخله على منظم شحن، منظم شحن ده بيشحن للبطاريات، والبطاريات باخد البطاريه داخل على محول يحول التيار المستمر لتيار متغير، خارجه 220 50 ذبذبه، قدره المحطه كلها 10 كيلو وات ساعه. ما شاء الله. لمده 24 ساعه. الاحمال اللي شغاله عندي حاليا دلوقتي الجمعيه كامله زائد المسجد كاملا زائد ست شقق، زائد ان في شقتين مشتركين بس مش مقيمين في البسيسه، فعمليه التشغيل واقفه حاليا. زائد حضرتك ان انا دلوقتي عندي فائض، لو في مستقبلا عاوز حد يوصل له المحطه دي. حضرتك كلفتني في عام 2017 220,000 جنيه. 220,000 جنيه. العميل او المشترك بياخد مني قدره قدرها 500 واط يشغل بيها خمس لمبات ليد زائد مروحه زائد يشغل تلفزيون زائد ريسيفر لمده 24 ساعه. عملت له باشتراك قد ايه بقى؟ باشتراك 50 جنيه شهريا من 2017. 50 جنيه شهريا من 2017 لحد دلوقتي. 50 جنيه حضرتك العله لان الفكره بتاعت الجمعيه هي نشر الفكره، تعميم الفكره على القريه وعلى البلد المجاوره، نشر الطاقات الجديده اللي هي الناس يعني ايه مش عارفه يعني طاقه جديده. طاقه جديده متجدده، معنى متجدده انها بتتجدد ولا تنضب. انما حضرتك الطاقه اللي هي تنضب اللي هي طاقه البترول، طاقه الفحم. خلينا نخلص كلامنا هنا وبعد كده نروح على السخ الخانات اللي انا شايفها هناك دي. تمام. يعني بتقول لي 50 جنيه يقضي الشقه طول الشهر، طول الشهر اشتراك. عملت له تخفيض في الاستهلاك بتاعه، معدل تخفيض يخرب له 50%، اكتر من 50%. ده اقل شقه النهارده بتكلف 400 جنيه كهرباء. هو برضه يعني بياخد قدره، مش هيشغل ليه على القدره اللي واخدها ثلاجه ولا غساله ولا موتور ولا تكييف. لو عايز يشغل الحاجات دي ويشغل تكييف مثلا ممكن يدفع قد ايه؟ حضرتك مش يدفع بقى، هو بما ان حضرتك عندك فائض اصلا. حضرتك انا عندي فائض بس هو عشان ياخد هيبقى التكلفه طبعا نحسبها، القدره اللي واخدها 500، لو خد مثلا كمان مثلا كيلو ونص برضه في عنده في تكييف يشغل 2 كيلو. وانا لما اقول كيلو ونص لازم اديله اكتر من كيلو ونص لان نسبه التفاوت ممكن ما تدلوش القدره الكامله، فلازم يديله في حدود 2 كيلو. طيب الكام لوح يطلع لي كام وات بالنسبه بالنسبه للحاجات ديت كده؟ دي حضرتك المجمع ده بيطلع 275 واط. المجمع اللي هو كام لوح تقريبا؟ اللي هو اللوح ده لوحده انت اضرب ما هو دول 10 الوان. 10 بس هي ما بتتقاس كده، بتتقاس ان انا بحول طاقه لطاقه من تيار مستمر ثابت القيمه والاتجاه لتيار متردد
اللي هو 50 ذبذبه يعني 220 الخارج بتاعه. تمام. وبعدين ميزه الكهرباء اللي بولدها من الطاقه الشمسيه انها طاقه امنه ونظيفه. وبعدين صيانتها صيانه بسيطه جدا, انا ممكن اجيب حته قماشه كده واصين الالواح امسح بس الوش ده كده خلاص, ده الصيانه بتاعتي. قول لي اكيد بتحتاج لمواصفات لما بنيجي ننقل او نيجي نحط الطاقه ديت, اكيد بتحتاج لمواصفات فوق السطح اللي احنا موجودين فوق ده. ايه المواصفات عشان لو اي حد عايز يعملها؟ ليه, ليه زاويه الميل اللي هي 45 واتجاه جنوب؟ عشان اخد اكبر قدر من اشعه الشمس طول النهار. لو انا عملتها لاي اتجاه, الاتجاه اللي هو بتاع الشرق, هيجي عند ساعه الظهيره الظل هيبدا يبقى كده تمام. فانا باخد اكتر وقت تشع فيه الشمس عشان انا الخليه ديت لاصطياد اشعه الشمس. ما انا اصطاد انا اصطاد عن طريق الخليه دي, شيء مع انها مكلفه بس بصطاد الخليه. ما ينفعش اخد كده اقول ايه هاخد اشعه الشمس دي عن طريق ايه, لازم تكون على الحايه. فبالتالي بتختار مكان يكون فيه اشعه الشمس على طول فوق السطح, لازم يكون في اخر دور ليه عشان الشمس مش هتنزل لي في البلكونه ولا في الشمس ولا في الشقه. تمام. فباخد طبعا ايه فوق السطح. وباخد طبعا زي ما قلت لحضرتك الفكره ان باخد بجمع دي وانزله على تحت الكنترول اللي هينزل تحت عشان نشرح بيعملوا تحويل ازاي. فننزل وقت لغرفه الكنترول عشان ايه نكمل الشرح. يلا بينا, واحنا دلوقتي نازلين حالا اهوت على غرفة الكنترول اللي هي بتعمل عملية يعني تحويل الطاقة المتجددة او الطاقة الشمسية ديت, بحيث ان هي برضو تحاول تعمل انارة للبيوت وتعمل انارة للمنازل وتعمل انارة للاماكن اللي احنا موجودين فيها حاليا دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده, يا ريت الكاميرا معانا, معلش زميلتنا المصورة هتتعب معانا شوية. دي كل الحاجات اللي موجودة هنا والحاجات الصناعات اللي موجودة والحدايد والالعاب والحاجات دي مصنوعة بالطاقة الشمسية اللي متواجدة معانا دلوقتي وبنتكلم عنها وبنشرح عنها كمان كل الأماكن وكل الحاجات هنا شغالة زي ما حضراتكم شايفين. حتى كمان داخلين على ده كده بالنسبة يا أستاذ طنطاوي. حضرتك ده احنا دلوقتي وصلنا المجمعين اللي فوق, نزل ليه طرف سالب وموجب من فوق. دخلت الطرف السالب والموجب ده على منظم شحن. ليه منظم شحن؟ منظم الشحن ده عشان ينظم لي شحن البطاريات, وبعد كده باخد من البطاريه ادخل على الانفرتر اللي هو المحول. المحول ده بيحول لي التيار المستمر اللي هو ثابت القيمه والاتجاه الى تيار متردد خارجه 220 50 ذبذبه. قدره المحطه كمان ده 5 كيلو, ده 5 كيلو يعني بنتج لي 5 و5 يبقى 10. باخد حضرتك الكهرباء ديت عن طريق لوحه هنا توزيع. ما طبعا لازم اوزع الاحمال دي, هدي الاستاذ مثلا 50 500 واط, بعمل له مفتاح هنا 3 امبير 3 امبير لانه لو زاد التشغيل عن ال 500 المفتاح ده هينزل اوتوماتيك. كده باعتبار ان في احمال تقيلة. اللي هو مش هو انا اللي بتحكم فيه مش هو اللي بتحكم فيه, لان هو لو انا سبتها له مطلقه ممكن يشغل الشقه كلها على النظام. تمام. يبقى كده ظلم ايه جاره اللي واخد منه اشتراك. يبقى جه حتى العدل كمان هنا ما شاء الله عليك. النهارده حضرتك انت, انا ما ينفعش ان انا اديك مثلا قدره يعني مفتوحه يجي تدفع 50 جنيه زي واحد مثلا بيدفع ما ياخدش ما يستفادش من القدره, انت تستفاد بيها كلها ما ينفعش. يعني انت تقدر تتحكم هنا في الحجم اللي رايح له من الكهرباء, القدره اللي رايحه للعميل. طيب ال 50 جنيه دي اتحددت بناء على ايه؟ والله احنا كنا بنهدف يعني نقول دي عشان ايه اشتراك رمزي برضه عشان نعمم الفكره ونشجع الناس على ان هي برضه هنطلع تاني لمكان تاني؟ هنطلع للسخانات اللي بتشتغل برضه. نتكلم واحنا ماشيين. قول لي بقى ال 50 جنيه دي اتحددت بناء على ايه؟ والله كان ايامها ال 50 جنيه في 2017 كانت مبلغ برضه. كانت الدنيا برضه كده. دلوقتي اتطورنا والدنيا غليت وادوات التشغيل غليت اكيد. بقول لحضرتك ان احنا اصلا بنهدف مش للربح, بنهدف لتعميم الفكره ونشر انتشار الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه عامه. طيب قول لي بقى مصاريف التشغيل بتاعه المحطه دي بتكلف كام؟ بتستهلك ايه؟ بتعمل ايه؟ حضرتك دلوقتي اللي انا قلت لحضرتك ان تكلفه المحطه دي في 2017 كلفت 220 الف جنيه. لو هكلفها حاليا دلوقتي هتعمل مليون جنيه. مليون؟ اه. طب انا سمعت ان ال 40 شقه بيكلفوا 650 الف جنيه. ال 40؟ ال 40 شقه. يعني لو انا هعمل على حضرتك المحطه دي, لو انا هعمل محطه بتكلف 40 شقه. ليه بقول الرقم ده؟ ان الرقم ده مرتبط بان المكون الرئيسي للمحطه كله استيراد وليس انتاج محلي. تمام. فبيتغير بتغيير سعر الدولار والعملات الاجنبيه. سعر تحليل الصرف, سعر الصرف هو اللي حرك ايه التكلفه العاليه دي. طيب قول لي بقى مصاريف التشغيل بتكلف كام؟ والله بص حضرتك هنا يعني المسؤول بيشتغل ده بجانب شغله. انا صحيح المسؤول عن الـ عن الـ الطاقه. فبجانب شغلي مش يعني انا تابعها بجانب شغلك, مش ما باخدش لها مقابل. طيب. لان اصلا الجمعيه اصلا خدميه.
بتهدف للخدمه وتنميه المجتمع. طيب في مصاريف تشغيل تانية مثلا زي صيانه زي ترميم زي بسيطه ان العامل بيجي حضرتك مثلا كل يوم بيجيب حته قماشه وبيمسح الخلايا حاجه بسيطه بس كله يعني بيزيل الايه الاتربه اللي عليها بس. طيب العمر الافتراضي بتاعها كام سنه يا باشمهندس؟ من 20 ل 25 سنه. من 20 البطاريه لخمسة. البطاريه حضرتك من 5 ل 7 سنين. من 5 ل 7 سنين. بتتغير بكام؟ لا ما بص احنا حد دلوقتي لسه ما غيرناهاش. يلا نطلع بقى نحاول نطلع على المكان الصعب دي. معلش زميلتنا مش هتقدر تطلع. طيب ما يعني زميلتنا هتحاول مش هتقدر تطلع شويه يعني صعب عليك الطلوع صح؟ طيب يعني ممكن احنا نروح ممكن نفصل ونطلع تاني. خلاص ماشي ممكن اعزائي المشاهدين هنطلع بقى هنفصل اللايف ونطلع كمان نكلم حضراتكم من فوق عند السخانات الشمسيه اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه.